ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا كويسين دايما. يلا بينا يا سنة تانية نشوف هناخد ايه مع بعض النهاردة. هناخد النهاردة الوحدة الرابعة درس 33 و34، هناخد فيهم ايه؟ تحليل الأعداد المكونة من رقمين إلى أحاد وعشرات. طيب يلا بينا ندخل مع بعض على لوحة التقويم بتاعتنا زي كل يوم، وبعدين ناخد درس النهاردة. اول حاجة معانا ايه في لوحة التقويم؟ اول حاجة معانا ايام الاسبوع. طب يلا بينا نقولها كده مع بعض، ايام الاسبوع 7، عارفينهم ولا يمكن ننسى؟ الحد، الاثنين، الثلاث، اربع، الخميس، والجمعة، والسبت اجازة. برافو عليكم. طب يلا نقولهم تاني مع بعض، يلا، السبت، الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. تاني نقولهم مع بعض، أيام الأسبوع 7، عارفينهم ولا يمكن ننسى؟ الحد، الاثنين، الثلاث، الأربع، الخميس، والجمعة، والسبت أجازة. برافو عليكم. طب يلا بينا ناخد مع بعض شهور السنة الميلادية. ايه اول حاجه معانا في شهور السنه الميلاديه؟ يناير، شاطرين، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. طيب يلا بينا نقولهم تاني مع بعض، يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. برافو عليكم، عايزاكم تحفظوهم كويس. نقولهم تاني مع بعض اخر مرة، يناير، فبراير، مارس، ابريل، مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. طيب يلا بينا ناخد مع بعض شهور السنة الهجرية. اول شهر في شهور السنة الهجرية هو ايه؟ محرم، صفر، ربيع اول، ربيع ثاني، جمد اول، جمد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. طب يلا بينا نقولهم مع بعض كده تاني، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. طب يلا نقرأهم مع بعض آخر مرة، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. طيب كده نكون خلصنا مع بعض لوحة التقويم بتاعتنا اللي بتتكون من ايه؟ أيام الأسبوع، شهور السنة الهجرية، وشهور السنة الميلادية. عايزين نحفظهم كويس جدا. طيب يلا بينا نشوف هناخد ايه مع بعض في درس النهاردة. يلا بينا يا سنة تانية نشوف هناخد ايه مع بعض في درس النهاردة. بيقول لي ايه؟ بيقول لي حلل كل عدد بطريقتين، ارسم مربعات صغيرة لتعبر عن الأحاد، وعصيا لتعبر عن العشرات، ثم اكتب الأحاد والعشرات في مربعات الأعداد. طيب يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي مديني عدد، شايفينه، 42، وعايزني احلله بس بطريقتين. الطريقة الأولانية طريقة الرسومات اللي احنا تعودنا عليها وعارفينها، قلنا ان احنا بنمثل الاحاد بمربعات صغيرة، والعشرات بعصيان طويلة، والمئات بايه؟ بمربع كبير. طيب دي اول حاجة معانا. تاني حاجة عايزني احلل في مربع الاحاد والعشرات، احللها لايه؟ الاحاد فيها كام والعشرات فيها كام. طب يلا بينا نرسم مع بعض الاول وبعدين نحلل لاحاد وعشرات. يلا بينا نرسم. انا عندي كام هنا؟ 42.
الأحد فيها كام؟ اتنين. همثلها بكم مربع صغير؟ اتنين. يلا بينا نرسمهم. رسمنا مربعين صغيرين. طب الأربعة في العشرات؟ احنا قلنا العشرات بمثلها بعصيان طويلة، يبقى أنا هرسم كم عصاية طويلة؟ أربع عصيان. يلا بينا نرسمهم مع بعض. طيب بعد كده يلا بينا بقى نحلل. أنا عندي كام في الأحاد؟ اتنين. طب الاتنين في الأحاد يعني كام؟ يعني اتنين زي ما هي. يلا بينا نكتب اتنين. طب بعد كده الأربعة، الأربعة في العشرات يعني كام؟ 40. برافو عليك، هنكتب 40. طيب يلا بينا نكمل مع بعض. يلا بينا، قدامي هنا كام؟ 37. اتفقنا مع بعض هحلل بطريقتين، مرة بطريقة الرسومات ومرة لأحاد وعشرات. طيب عندي هنا كام في الأحاد؟ 7. يبقى أنا هرسم كام مربع صغير؟ 7 مربعات صغيرة. يلا بينا كده نرسمهم. طيب بعد كده عندي كام في العشرات؟ 3. يبقى أنا هرسم في العشرات كام عصاية؟ 3 عصيان. يلا بينا نرسم. برافو عليكم. طيب بعد كده أحلل بقى، عندي كام في الأحاد؟ 7. هكتب 7. طب والعشرات فيها كام؟ 3. طب وتلاتة في العشرات يعني قيمتها المكانية كام يا سنة أو تانية؟ 30. برافو عليكم. طيب يلا بينا نكمل مع بعض. أنا عندي هنا كام؟ 56. كام يا سنة تانية؟ 56. طيب الستة في الأحاد همثلها بكم مربع صغير؟ 6 مربعات صغيرة. يلا بينا كده نرسمهم. طيب بعد كده العشرات فيها كام؟ فيها 5. همثلها بكم عصاية طويلة؟ 5 عصيان طويلة. يلا بينا، رسمنا ال5 عصيان. طيب بعد كده نحلل. أنا عندي كام في الأحاد؟ 6. يبقى هكتبها ايه؟ أحاد، يبقى هكتبها 6 زي ما هي. طب العشرات فيها كام؟ 5. 5 في العشرات يعني كام؟ يعني 50. برافو عليكم يا سنة تانية. يلا بينا نكمل مع بعض. قدامي هنا كام؟ 22. يلا بينا نمثلها. عندي في الأحاد همثلها بكام؟ الاتنين. همثلها بكام مربع صغير؟ 2. يلا بينا نرسم 2. طيب العشرات فيها 2 برضو، همثلها بكام عصاية؟ 2. برافو، يلا بينا نرسم. طيب بعد كده أحلل، عندي كام في الأحاد؟ 2. يبقى هكتب 2. والعشرات فيها 2 برضو يعني كام؟ يعني 20. يلا بينا نكتب 20. طيب يلا بينا نكمل مع بعض ونشوف هناخد ايه تاني النهاردة. طيب بيقول لي هنا كام؟ 62. يلا بينا نرسم. اول حاجة الاتنين في الاحاد، يبقى هرسم كم مربع صغير في الاحاد؟ 2. يلا بينا نرسم. طب احنا اتفقنا مع بعض يا سنة تانية ان كل مربع من المربعات الصغيرة بكام؟ بواحد. كل مربع من المربعات الصغيرة بكام؟ بواحد. شاطرين. طيب بعد كده الستة في العشرات همثلها بكم عصاية طويلة؟ 6 عصيان. طب احنا اتفقنا مع بعض ان كل عصاية من العصيان دي بكام يا سنة تانية؟ كل عصاية بكام؟ يعني قلنا مع بعض كل عصاية بكام؟ بعشرة. طيب بعشرة يعني تعالوا كده اما نعدهم، 10 20 30 40 50 60. طيب وانا عندي في العشرات كام؟ 6 يعني 60. يبقى انا كده ايه؟ ممثل العدد صح. طيب يلا بينا نحلل. عندي كام في الاحاد؟ 2. يبقى هكتب 2. طب العشرات فيها 6 يعني كام؟ 6 في العشرات يعني 60. برافو عليكم يا سنة تانية. طب يلا بينا نكمل مع بعض. عندي هنا كام؟ 85. 85. 5 في الأحاد همثلها بكم مربع صغير؟ 5 مربعات صغيرة. يلا بينا نرسم 5 مربعات صغيرة. طيب بعد كده عندي في العشرات 8، يبقى هرسم في العشرات ايه؟
تمن عصيان طويلة. يلا بينا نرسمهم كده مع بعض. طيب بعد كده يلا بينا نحلل. يلا بينا. انا عندي هنا كام في الاحاد؟ خمسة. خمسة في الاحاد يعني خمسة زي ما هي. طب العشرات فيها تمانية يعني كام؟ تمانية في العشرات 80. برافو. طب يلا بينا يا سنة تانية نشوف معانا ايه تاني النهاردة. طب بيقول لي ايه هنا يا سنة تانية؟ بيقول لي اشترى حسان 23 قطعة بسكويت بالشوكولاتة، واشترى ايضا 35 قطعة بسكويت بالفانيليا، فكم مجموع قطع البسكويت التي اشتراها حسان؟ طيب هو المثال ده حلله لنا في الكتاب. تعالوا كده نبص على طريقة الحل. اول حاجة ايه بيقول لي هنا؟ كم مجموع. مدام قال لي كم مجموع يبقى انا هجمع. هجمع ايه؟ قطع البسكويت اللي بالشوكولاتة اللي هي 23 قطعة، زائد قطع البسكويت اللي بالفانيليا اللي هي 35 قطعة. طيب هجمعهم ازاي؟ همثلهم الاول زي ما احنا متعودين، الاحاد بمربعات صغيرة والعشرات بعصيان طويلة. مثلناهم اهو مع بعض، شايفين تحت مثلت الاحاد والعشرات، التلاتة وعشرين، التلاتة في الاحاد تلات مربعات، الاتنين في العشرات بعصيتين، بعد كده الخمسة وتلاتين، الخمسة في الاحاد بخمس مربعات صغيرة والعشرات بتلات عصيان. وبعدين هاخد المربعات اللي في الاحاد الاولانية واجمعها المربعات اللي في الاحاد التانية، وبعدين ارسمهم في مربع اللي قدامي اللي هو مربع المجموع، وبعدين ارسم العشرات الموجودة في اول خانة، وبعد كده العشرات الموجودة اللي بعدها التانية، واجمعهم مع بعض، وبعدين اطلع المجموع في الاخر خالص. طيب بعد ما بطلع المجموع بعمل ايه؟ باخد كل عدد من الاعداد اللي عندي واحللها الاحاد وعشرات زي ما احنا لسه عاملينها من شوية. طب يلا بينا ناخد كده مثال ونفهم مع بعض ونشوف هنحله ازاي. قولي ايه هنا يا سنة تانية؟ بيقولي وجدت مريم 68 صدفة على الشاطئ، ووجدت اختها 21 صدفة، كم مجموع الاصداف التي وجدتها الاختان؟ طيب دلوقتي مريم واختها وجدوا مجموعة من الاصداف على الشاطئ، عايزين نعرف ايه مجموعهم. يلا بينا نجمع. عندي مريم لقت كم صدفة؟ 68، هنكتب 68، واختها وجدت 21 صدفة زائد 21. طب يلا بينا نمثل ال 68 زائد ال 21. هنمثلها ازاي؟ هنمثل الاول ال 68. عندي كم في الاحاد؟ 8، يبقى همثلها بكم مربع صغير؟ 8 مربعات صغيرة. هرسم 8 مربعات صغيرة. طب الستة في العشرات همثلها بايه؟ عصيان طويلة. يلا بينا نرسم 6 عصيان طويلة. رسمنا مع بعض. طب بعد كده الواحد وعشرين، عندي كم في الاحاد؟ 1، يعني مربع واحد صغير. بعد كده 2 عصيان في العشرات. طب يلا بينا نجمعهم مع بعض. هنجمع ازاي يا سنة تانية؟ بص كده معايا، عندي هنا كام في الاحاد يا سنة تانية؟ 8 مربعات صغيرة. يلا بينا نرسمهم. طب والاحاد التانية فيها مربع واحد بس. يلا بينا نرسمه. رسمناه. طيب بعد كده العشرات هنا فيها كام؟ 6 عصيان. يلا بينا نرسم 6 عصيان. وبعدين هنا كام عصاية؟ 2، هنرسم 2. طيب دلوقتي انا بقى عايزة اعرف الناتج، لسه معرفتوش، هعرفه منين؟ هعد هنا الاحد فيها كام. عد كده معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، الاحد فيها 9. طب والعشرات؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى انا الناتج بتاعي كام؟ 8. الناتج بتاعي كام؟ ها قول معايا، 9 و80. الناتج بتاعي كام؟ 89. يلا بينا نكتب 89. برافو عليكم يا سنة تانية. طب يلا بينا نحلل بقى الأعداد اللي قدامنا. أول حاجة 68، حللها الأحد وعشرات، الأحد فيها 8، يبقى هكتب ايه؟
تمانية زي ما هي، والعشرات فيها ستة يعني كام؟ 60. برافو. طيب بعد كده ال21، الأحد فيها كام؟ واحد، والعشرات 20. طيب بعد كده 89، الأحد فيها كام؟ 9. يبقى العشرات فيها كام يا سنة تانية؟ 80. برافو عليك. يلا بينا نكمل مع بعض ونشوف هناخد ايه تاني مع بعض النهاردة. بيقول لي ذهبت عائشة في مغامرة بحث عن الحشرات، وقد عدت 62 نملة و26 صرصارا، كم مجموع الحشرات التي وجدتها؟ طب يلا بينا كده نجمع الحشرات اللي هي لقيتها. عائشة لقيت ايه؟ 62 نملة زائد 26 صرصار. يلا بينا نمثلهم وبعدين نجيب ناتج الجمع. طب يلا بينا. عندي كام في الأحاد؟ 2. همثلها بكام مربع صغير؟ 2. شاطرين. طب والعشرات؟ 6. يعني همثلها بكام عصاية طويلة؟ 6 عصيان. طب بعد كده 26. عندي كام في الأحاد؟ 6. يعني هرسم كام مربع صغير؟ 6 مربعات صغيرة. رسمناهم. العشرات فيها كام؟ 2. يعني هرسم كام عصاية طويلة؟ 2. برافو عليك. طب يلا بينا نجمع. هرسم كل المربعات اللي في الأحاد وكل العصيان اللي في العشرات. طب يلا بينا كده نرسم كل المربعات اللي في الأحاد. أهو أول حاجة مربعين، وبعد كده 6 مربعات. طيب بعد كده عندي في العشرات ايه؟ 6 عصيان، والعشرات التانية عصايتين. يلا بينا نرسمهم 6 عصيان وعصايتين. طيب يلا بينا نعرف مع بعض ايه هو ناتج الجمع. تعالوا ما نعد مع بعض الأحاد. 1 2 3 4 5 6 7 8. أحد فيها كام؟ 8. احفظوا كويس. تعالوا ما نشوف العشرات فيها كام عصاية. 1 2 3 4 5 6 7 8. فيها 8 برضو. يبقى الناتج بتاعي كام يا سنة تانية؟ 88. برافو عليكم. طب يلا بينا نحلل. أول حاجة ال62. عندي كام في الأحاد؟ 2، والعشرات 60. طب بعد كده 26. كام في الأحاد؟ 6، والعشرات 20. طيب بعد كده الناتج عندي كام في الأحاد؟ 8، وبعدين كام في العشرات؟ 80. برافو. طيب كده نكون خلصنا مع بعض المثال ده. يلا بينا نشوف مع بعض مثال تاني. بيقول لي هنا ايه؟ مع ليلى تشكيلة من الملصقات، معها 54 ملصقا لسيارات و44 ملصقا لأبطال خارقين، كم مجموع الملصقات التي تمتلكها ليلى؟ طيب كم مجموع؟ يبقى أنا هجمع. يلا بينا كده نجمع الملصقات اللي مع ليلى. معاها 54 ملصق زائد 44 ملصق تانيين. هجمع ازاي؟ همثل الأول وبعدين أعد المربعات الصغيرة اللي موجودة في الأحاد والعصيان الطويل الموجودة في العشرات، وإيه؟ ولاقي الناتج بتاعي. طب يلا بينا كده نرسم. عندي كام هنا في الأحاد في 54؟ 4. يبقى أنا هرسم كام مربع صغير؟ 4. يلا بينا نرسم 4. طب العشرات فيها كام عصاية؟ 5. يلا بينا نرسمهم. طيب بعد كده 44. عندي كام في الأحاد؟ 4 مربعات صغيرة. يلا بينا نرسمهم. طب العشرات فيها كام؟ 4. يعني كام عصاية طويلة؟ 4 عصيان. برافو. يلا بينا كده نرسمهم في المجموع. عندي هنا 4 عصيان، عندي هنا 4 مربعات صغيرة، وهنا 4 مربعات صغيرة. يلا بينا كده نرسمهم. ادي 4 و4 تانيين. طيب بعد كده هنا عندي كام؟ 5، وهنا ايه؟ 4. هنا 5 عصيان، وهنا ايه؟ 4 عصيان. يلا بينا كده نرسمهم مع بعض. 5 و4 عصيان. طب يلا بينا بقى نعرف مع بعض الناتج. عد كده معايا في الأحاد.
اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، يبقى الأحد فيها كام؟ فيها تمانية. طب يلا بينا كده نعرف العشرات هيبقى فيها كام. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، العشرات فيها تسعة والأحد تمانية، يبقى الناتج بتاعي كام؟ تمانية يبقى الناتج بتاعي كام؟ 98. طب يلا بينا نحلل. ال54 كام أحد؟ أربعة، والعشرات 50. برافو، يلا بينا. 44 كام أحد؟ أربعة، والعشرات 40. شاطرين. بعدين 98 كام في الأحد؟ 8، والعشرات 90. وبكده يا سنة تانية نكون خلصنا مع بعض درس النهاردة، واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في درس جديد.